تحيه للمشاهدين ديال منتصف الصيد بالقصابه. فبعد رحله طويله اللي دامت 4 أشهر و15 يوم، العوده نحو الديار باذن الله. فكيف ما كتشوفوا الدراجه الناريه هي مجموعه، كل شيء مدبش، القصب، السيكان، ماتيريال، مسائل كامله، اوريجل، المرايات، اوريجل. بالنسبه للقصب الاخوان راه كنديروا لهم هادو على حساب الى بيتبعنا الحديد، اذا بيتبعنا الحديد ولا شي حاجه باش يكونوا اوريجل في المسائل ديالنا. فتحياتي واحتراماتي، نتمنوا ان شاء الله طريق السلامه للجميع، نتمنوا نوصلوا بخير وعلى خير. اليوم على الساعه 11:00 الانطلاق نحو مدينه الصويره من افتس مهيري. معكم الرئيس دريس، الوجهه ان شاء الله مدينه الصويره. الان الانطلاق من مدينه بيرقندوس. فتحيه للاخوان كاملين بدون استثناء. كيف ما تنشوفوا الصحراء راه هي مدينه بيرقندوس، الوجهه مدينه الصويره. ان شاء الله نتمنوا السلامه للجميع، ونخليكم ان شاء الله نخليكم مع الطريق ومع الفرجه ومع المتعه. السلام عليكم الاخوان، تحياتي واحتراماتي. كيف ما كتشوفوا بدات يطيح الظلام، انا تقريبا في الكارونت، هي الكارونت، انا الان في الكارونت. فتحياتي واحتراماتي، كيف ما كتشوفوا الدبش، هالمعدات، هالمسائل. فنتمنوا طريق السلامه للجميع. كيف ما كتشوفوا انا دابا في الكارون، تقريبا ضربت واحد 290 كيلومتر اللي ضربت. خرجت مع الثلاثه ديال العجيه من بيرقندوس. فتحياتي واحتراماتي اخوان. انا ضربت الطريق في الليل على حساب غادي تكون الشتاء وصويره عيده بزاف، يعني انا باش ما ربحت شويه ديال الطريق مزيان. نتمنوا السلامه للجميع. وانا دابا راه في 811 قريب للبويه، يعني ما بين الداخله وبوجدوز، بقى لي واحد 240 كيلومتر لبوجدوز. غنخليوكم مع بعض اللقطات ديال الطريق.
الأمن والسلام للجميع. تحياتي احتراماتي. بنا نشاركوا معكم هذه التجربة هذه بحكم أنه دابا راه ربما الأربعاء عندنا حنايا داخل الشتا في لازون ديال خفني طنطال عيون بوشدود داخل فيهم الشتا. داكشي علاش أنا بيت الربح شوية ديال الطريق باش منا بحول الله وقوته. فنتمنوا السلامة للجميع. السلام عليكم الإخوان، تحياتي احتراماتي للجميع. صباحكم مبروك، كيدايرين بخير؟ الصباح صباحكم مبروك سيدي، فتحياتي احتراماتي للجميع. بقي لي 160 كيلومتر على مدينة العيون في اتجاه مدينة الصاور، فتحياتي احتراماتي للجميع. حبيت أنني نشارك معكم هذا الرحلة ديالي، لأنه كيف قلت لكم ما كاينش ترونسبور، المويان ترونسبور ما كاينش، كاميوات قلال اللي غادي يهزوا لي الرباط. فاش غتمشي للكار طلبات لينا سوبراتور 400 درهم، يعني 400 درهم الموتور و 600 درهم، انا 1000 درهم باش غادي نوصل لاكادير. فاضطريت انني ناخذ التجربه ديالي بوحدي، بحكم انه التجربه الاولى كانوا معايا 5 ديال الناس، يعني 5 ديال الدراجات. دابا راه كاين غير بوحدي معايا الله سبحانه وتعالى. فتحياتي احتراماتي ونتمنوا السلامه للجميع. وصباحكم مبروك، وتحيه لخويا عثمان، تحيه للراسكاس، تحيه للرياس ديال زويره، تحيه للرياس اللي كانوا معايا في الرحله فاش كنا نازلين، تحيه لخويا جليل، الرئيس عبد الله، الرئيس عمر، السي عبد المطلب، السي ابراهيم. فشاءت الأقدار كل واحد يمشي بوحده، فعمر مشى لصويرة بالموتور، طالب حتى هو راه مشى. دابا أنا هو الثالث في الرجوع، باقيين 3 ديال الرياس في بارباس مازال. فتحياتي احتراماتي، حبيت أنني نشارك معكم هذه اللحظات هذه، ونحاول أنني نوريكم مقتطفات من الطريق ديني. السلامة هي شي، فما تنفوتش 70 65 70 60 70 65، هادشي اللي باش غادي. والسلامه هي كلشي، نتمنوا السلامه للجميع. ادريس هادي دخلت الجماعه المسي، انا في المسي فين درتي الطاجين اخويا عثمان، انت ودريس عبد الحق، انت وعبد الحق وياسين وخاي مراد. فتحياتي للمشاهدين ديالنا، كما كتشوفوا الراجه الناريه راه هي بنادم عمر بريريت ديالتي، فطر مع راسو دار واحد الكيلة ديال البيض. المكينة بردات، غادي نسرو على بركة الله في اتجاه العيون إن شاء الله. تحياتي لكم جميعا، تحية للسي عثمان. هاني وصلت أخويا، السلامات لبناء العيون. كما كتشوفوا كيف العادة التوثيق، الدراجة النارية، الرئيس دريس، الكاس، القصيبات، جميع المسائل واخدينها باحتياط. المهم انا في ميناء العيون، يعني في مدينة البلاية، 24 كيلومتر على مدينة العيون. هذا المسجد الجديد اللي تيتبنى في البلاية. فتحياتي واحتراماتي، خليوكم كل بلاصه دخلت ليها الا وخاصني ندير فيها اثبات. فتحياتي واحتراماتي للجميع. طرفايا عبر الساحل، يعني على البحر، طريق طرفايا على البحر.
المناظر هذو مع هذا الحق اللي زين تبارك الله. نبيت انكم حتى نتوما تخرجوا معايا شي شويه. تحياتي واحترامات للجميع ديال الاخوات المتبعين ديالنا في الوجهه الطرفايا الطرفايا على البحر. نخليوكم على الطريق ديال الطرفايا على البحر. بالنسبه للطنطان المهم الاخوان واقيلا غادي ندوز ليهم بالليل، يعني غادي تكون الظلمه ما غاديش يمكن ليا نصور بحكم انه كاين حضرة التجوال ما يمكن لياش نصور بالليل. يعني يا ربي يا ربي ندوز. فتحياتي وصراحه لكم جميعا. نتمنى ان الطريق يكون عجباتكم شويه، وربما الى اخر الليل الى دخل الليل شويه كاين الضوء غادي نصور فيه. بالنسبه لطنطان ما يمكن لياش، لانه المدن فاش غندخل المدن ما يمكن لياش نصور بحكم انه كاين حاضر التشوه بالليل. السلام عليكم اخواني، تحياتي المتتبعين ديالنا. الان انا في مدينه طرفايا. تحياتي واحتراماتي للاخوان كاملين بدون استثناء. تحية للطاقم ديال مدرسة الصيد بالقصبة برئاسة السي عثمان الاخ ياسين. تحية للرياس كاملين داخل الوطن ولا خارج الوطن. فانا الان كنتواجد في مدينة طرفايا 6:30 ديال العشية، الوجهة اخ النير ان شاء الله. فيعني غادي يطيح عليا الظلام اخ النير غنصور فيه، ولكن كنعاود ناكد لكم طنطان قول ميم يعني المدن اللي غادي ندوز فيهم في الليل ما غاديش نقدر نصور. كنعتذر للاخوان. لازول اللي غادي نصور ان شاء الله هو انني غادي نصبح في اكادير، يعني غادي نصور من اكادير لصويره. فتحياتي احتراماتي. علاش؟ بحكم ان راه داخل الغربي داخل الشتاء. كنحاول انني نحرق المراحل، يعني نحاول انني نوصل قبل ما يشدني الغربي والشتاء في الطريق. فتحياتي واحتراماتي. فالمعلومة اللي معروفة بها طرفايا الشاطئ، فيا سلام. فتحية لكم جميعا.